waa maxay ducada uu ugu ducooyey nebigeena sallallahu calayhi wasallam saxaabiga jaliilka ah oo la yiraahdo Anas ibni Malik? Lana Anas ibni Malik hooyadiisa nebiga waxay weydiisatay u ducay, waxay tiri khaadimuk, yarkan kuu shaqeeya rasuulkuu u ducooyey. Kadibna nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam duca ayuu ugu ducooyey Anas, uu dhahaayey rasuulka sallallahu calayhi wasallam intuu igu ducooyey qaarna adduunya waayo qaarna aakharo, intuu adduunyadii igu ducooyey saddexdu adduunyadii igu ducooyey waa arkay, kan aakharana waxaan rajeyna inuu ilaahay i siiyo. Haddaba ducadaas uu nebigu ugu ducooyey asxaab saaxiibkiisa maxay tahay sa annagana ugu ducoysano asxaabteena caruurteenana ugu ducoyno? Idaa sa'alaka cibaadii cannii fainnii qariib أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا درس جعل مالو دونكات كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعادي لباتن إيا أفراد أما أفر إيه لواتنات ولو دعوينك لو تلقلي بش رمضان بشي خيرك بشي دم بدافك بشي دتك نار تلقو حريناي بشي دعاء الأقبال بشي ليلة القدر كجرت عاوني ليلة القدر تهين والله قابل أنا عاو ومحاوي وشان إيه لواتن واي لما دعو هران كصو شاكيني ودعوينك قيمها بدنا وليلة القدر كان ما دام عاو تريت كد عيسو خير الدنيا آخر وإلهي قصير دعاء ذان ودعاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد دعوه صاحب كيسة أنس وقد دعوه ونشقين جيري دعاء إمام البخاري يا وري دعاء ذا قفك صاحبي قورين وأنا سعي البخاري نويكو جرتا دعاء ذا اسمحي تحي دعاء ذا لبقي بيكو إماتي قيب تكوبات أنس رسول مالي مع المها كميدة انت دعاء ذا شيئين نبي صلى الله عليه وسلم محو آذي دخل على أم سليم أنس ويدي سيو أقرأ markaas wuxuu u keentay cuntay u keentay rasuul sallallahu alayhi wasallam malab iyo xukun soo wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam malabkaaga meel dhigo laana waa soomanahay rasuul sallallahu alayhi wasallam oo meel u fariistay ummu sulaym cuntada iska qaadi kadib wuxuu yiri ya rasuulallah li khoysa haajan ka raba arinan ka raba rasuul sallallahu alayhi wasallam muhaawal ku yiri maxaa waaye markaas waxay ku tiri khaadimuk anas unays ama khoydimuk anas u ducooy هوي وناكسن وعقل الهواي فيري ذاتك صالحين تون وناكسن مركي لا أركو عروتي ودعوي على ضحاي رسول صلى الله عليه وسلم مركو ودعوي حوي الهي مالكي سئي حوله سبادي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وبارك وبارك له فيما أعطيته حديث كالرواية كالوحوة اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته على طاعتك وأحسن عمله واغفر له شان أرمى ودعوه هواية كالانا إذن دعاء شيقين سا أنك ودعوه ثلاث من كقف كالو دعوين أنك سا ودعوه سنين شيقين إن شاء الله تعالى تنبضنا قادنين ونقدم بيسو إلهي سبحانه وتعالى نوصي اللهم أكثر مالي وولدي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي في على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي إله يو تعذو حصوص الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم أنس نووري وحال هذا مارك اللهم إله يو بارك لي إله إي بركي كوغر وحاك بلا بيسا مركا اللهم أكثر إلهي بادي محالقو بضنا مالي وولدي شالي وحاك صو مغان قال دعا دان صو شيء نوحي اهد فقري غا إيا باهي ذا لبعت ذا إلا ذا حي عكسي غا تاشالي وا كم مغان قشي ما أنت وحا ويدي سيني مكا إن عكسي غا ما دام تاس كم مغان قشي أبسط كيذا محاواي إنا ويدي ستت خيركا اللهم أكثر مالي إله حول بدن إسي أو بركيسا لكن تد بدن حول بدن لسي يكوها الله بسوق أكو قال مرة تدد كاسو قال إنا نقطي اللهم أكثر مالي وولدي أخور وناكسا بدن إسي حول بدن إسي اللهم أكثر مالي
وولدي. انت كلمه ما يوحويري وبارك لي فيما اعطيتني واحبضا هدي لوسي ام بركه لهن محيكوتري واحبض حول بضنا لوسي بركه ما محيكوترتي نثن عرور بضنا لوسي عاسكون ودم محيكوترتي نثن هل عنق بركيسن ايا كاغا في عن تور المو بركه لا به بقول دولار حلال عنت دو كد جنتي ايا كاغا في عن مليون دولار بركه لهن. إذن وحلال اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي كوم حاوي ديستي إنو كسي حول البضن إيه ويل البضن وبارك لي فيما أعطيتني وحا إسيسي حولها صبضن يعفور تصبضن إلهو إي بركي حولها بضن إيه عفور تبضن إي بركي تاسو وحلو سينا كدب وحال هذا وأطل حياتي عمري قديري على طاعتك عمري ديرو وخسارة فائدة لين خسارة واي رسولك وكما قيل جيري أردل العمر عمري سرية إنا جيفت هل سنة لبس سنة أو ذا عبادة آسمي سنين وحكو فائدي سمي إلهي والا قما ينقل اعتاسو قال رسولك وكما قيل جيري لنا عكالان رسول صلى الله عليه وسلم بحويلخ وحائدين كفي عن قفكي عمري قيسة ديرادو عمل كيسنة وناكسنة هذا من طال عمر أحسنكم من طال عمره وحسن عمله وخياركم دك يكون أحسن وإله بركينا وحا وذين قف عن قفك العمر جيس إله دارسي لكن طاع الله سعوته حديث طاع الله سعوه وحفا إذا ما لحن كو حلال اللهم أكثر اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني بدنا كلي مخبية إي بركي وأطل حياتي على طاعتك نولشي إذا ديري نولون دير كريمة ربي على طاعتك صلاة إي صوم إي صدقة إي حج. طيب عمري دير الوسي عمري دير محاكا دنبي مالنا كدنبي وقب قبوي سما وأحسن عملي مالي عمل كيغا وناجي مالي انتاس أنا ديمان آي أنو عمل وناكسا كجيرو أن دينتو ابن آدم دوني دنبي أنقراه محاكا لولو بهاي واغفر لي إلهو إي دنبي داف حديث كان روايين بدنو كو إمادي رواية البخاري واللهم أكثر ماله ومالي وولدي بسواي رواية مسلم يترمي روايين كنا اسكو صوت الدرني حديث يدر دعاء سدير كسو صارني كل نوا صحيحة مرك الدعاء ده سيدي عادن وها جت شمرا كل علينا كد عيسو هبين بركة سن لقيا بعاوني ليلة القدر تحي شمرا كسوينا كد عيس إن شاء الله. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي مرلبات. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل عمري على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي مرسدحات. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي نفضل أن يكون لي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سيدة حسما ربارك كجورتا كل عشي إن شاء الله تعالى جنة الله نو كل مية وإنو برتي دعك لو قصوب أدو قيم بدن إلى بره لا قارة وحالا يا خبا إنا دقي ستيت كد عوي ستيت كعمل فشيت ولا لها كالأسي قدوس خير الله كسي بخير الله نقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.